يمكن زهقتوا مني من كتر ما بحكي لكم عن الدهون الحشوية، عن الدهون اللي بتتراكم على أحشائنا وعلى الكبد. بس ها كيف نقدر نعرف إذا نحن عنا دهون حشوية على كبدنا ولا لا؟ أغلبية الناس بيطلع عندهم دهون على الأعضاء الداخلية ولكن ما بعرفوا غير اللي بعد فوات الأوان، يعني لما الأمور تخرب كتير بيصفي عندهم أعراض وبترتفع أنزيمات الكبد، ووقتها بيروحوا بيعملوا ألترا ساوند وبعرفوا إنه عندهم دهون على الأعضاء الداخلية. فعشان نتجنب إنه يصير معنا دهون على أعضائنا الداخلية وعلى الكبد، لازم نتبع برامج غذائية صحية، نتبع التعليمات الغذائية الصحية السليمة اللي دايماً بقولكم عنها لتجنب تراكم الدهون على الكبد، نتبع التعليمات اللي دايماً بعطيكم إياها عشان تتجنبوا سمية الكبد، نخلص الكبد من السموم الداخلية المتراكمة عليه عشان يقدر يعمل شغله بطريقة سليمة، لأنه تراكم الدهون رح يعطل من عمل الكبد وبالتالي يأثر على صحتنا بنواحي كتير ومنها زيادة أنزيمات الكبد. فديروا بالكم ودائما اتبعوا التعليمات السليمة. بلكم تابعيني وما تنسوا تعملوا لايك وشير للفيديو إذا كنتوا مهتمين تعرفوا كل التعليمات كيف تعيشوا حياة صحية خالية من الأمراض والمشاكل.